نظم أهالي حي العروبة وسط كركوك تظاهرا سلميا لنيل حقوقهم المسلوبة منذ عقود، حاملين مطالبهم على أكتافهم ليضعوها على طاولة المحافظة التي منحت الاستثمار أرض هذا الملعب لإنشاء المشاريع عليها دون إنشاء المدارس أو أن يشيد ليكون ملعبا لكرة القدم. خرجنا اليوم مظاهرة سلمية نطالب بالحقوق المشروعة من أجل الحقوق المشروعة. لا يعقل منطقة عمرها أكثر من 50 عام لا يوجد فيها مدرسة إعدادية. نرفض كل أساليب الإقصاء والتهميش، العروبة مهمشة. رسالة وجهها المواطنون بإنقاذ حي العروبة لأنها من الأحياء المنكوبة وتفتقر للمدارس والحدائق والخدمات بصورة عامة، الأمر الذي زاد من معاناة ساكنيها. رسالتنا إلى إدارة كركوك أن ينظروا إلى العروبة لأنها مركز المدينة وإنها كانت منكوبة، ينظرون إليها بعينين وليس بعين واحدة. تفتقر إلى المدارس وتفتقر إلى الخدمات، منها الحدائق للأطفال لم توجد فيها أي حديقة للأطفال، روضة لا توجد فيها، إذن نقص في الخدمات. الحق أحق أن يتبع، فالحقوق وحدها هي من دفع الأهالي للمطالبة بحقهم ورفع أصواتهم من أجل إنصافهم ومساواتهم مع الأحياء الأخرى. سعد مسلطان، قناة التغيير، كركوك.